في جملة شعرتها أوي إحنا بنسبح مع بعض، مهما إبليس راهن على ضعفك الرب بيراهن على ابنه فيك. مهما إبليس راهن على ضعفك، مهما إبليس اشتكى وقال بسبب ضعفك مش هتكمل، أو بسبب كذا وكذا 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 حياتك هتحصل فيها كذا وكذا وكذا وكذا، هو ده اللي أنا أعنيه برهان إبليس. إبليس بيراهن إنك هتحصد سوء بسبب ضعفك، إبليس بيراهن إنك مش هتحصد حاجات حلوة من عند الرب بسبب حالتك. مهما إبليس راهن على ضعفك، الله بيراهن على ابنه فيك. أذكركم حاجة أنت كلكم عارفينها، دي الجملة كانت جوايا وإحنا بنسبح الحقيقة، حاجة كلكم عارفينها، إنه رب التلاميذ في آخر قبل ما يصعد، فاكرين كانوا في حالة عدم إيمان، فاكرين شكوا ووبخ عدم إيمانهم. الرب راهن لو جاز التعبير على تلاميذ شاكين ومش مليانين إيمان إنهم يقلبوا المسكون. قال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع، لمين؟ لبعضهم شكوا ما كانوش مصدقين. رب مش بيراهن على إمكانياتك، لو جاز تعبير بيراهن، أنت فاهمين قصدي يعني إيه بيراهن مش كده؟ رب مش بيراهن على إمكانياتك، رب بيراهن على ابنه الساكن فيك. محتاجين ندرك، عينينا تتفتح، لأن احنا كتير بنعيش من برة لجوه، فبنبص على حياتنا من برة. من برة حياتنا فيها صراع، حياتنا فيها تحدي، حياتنا فيها حروب، حياتنا فيها ضعفات، حياتنا فيها مش عارف ايه، وبصين على الحياة من برة، برغم ان القصة كلها 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 بتبتدي من جوه. الكنز في أواني خزفية، ولو أدركت الساكن، أدركت انك انت هيكل والله ساكن فيك، أدركت انه الآيات اللي احنا كنا بنصليها، عشان كده كنت بصليها وانا معاكم في قبل الكلمة، اني ملكة سبأ جاءت عشان ترى الهيكل بتاع سليمان لانها سمعت عنه، ويسوع يقول كده في العهد الجديد هو ذا اعظم من سليمان، ها هنا هو ذا اعظم من سليمان ساكن فيك. ولو ادركت ان هيكل سليمان اللي مليان مجد لا يقارن بالهيكل بتاعك من جوه، هتعرف تنفض اللي بره بسهوله، هتعرف تنفض الضعف والخطية والنجاسة والصورة القديمة والالتواءات، هتعرف تنفضها بسهولة لو شفت ان الجدران الداخلية بتاعت الهيكل بتاعتك فيها مجد اعظم من مجد هيكل سليمان. لو عينيك اتفتحت لامكانيات اللي بتحصل كل مرة بتقف فيها قدام الرب، عينينا بتبص دايما على بره لان خدنا على كده، يعني دايما بتبص على الجدران الخارجيه وايه المنظر من بره، ونبص للناس برضو من بره، ونبص للظروف من بره، ونبص لابليس بيعمل ايه من بره. فكتير بنتلخبط ليه؟ ناظرين الحته كلها من بره. لكن لو نظرت للحقيقه، لانه دايما القصه بتبتدي من جوه لبره، دايما الكنز موجود جوه، دايما العمق هو الحته اللي فيها الحقيقه مش القشره. إبليس بيراهن إنك تصدق قشرتك الخارجية، والرب بيراهن على الإبن الساكن في أعماقك. لما أنت بتصدق القشرة، أنت بتتحرك مع إبليس اللي بيراهن على ضعف قشرتك. لما أنت بتصدق، تقولي ده واقع، أقولك أوكي. لما أنت، بلاش كلمة تصدق لو أنت مش واضحة قوي، لو أنت بتخضع او بتنحني او بتقع تحت اللي بيحصل في قشرتك الخارجية، انت بتراهن مع ابليس على ضعفك. لكن لو انت بصيت للكنز او للسكنة او للابن الساكن فيك، انه اعظم من هيكل سليمان جواك، ممكن اقولها مرة تاني، أعظم من هيكل سليمان جواك. لو أنت بصيت لأن أعظم من هيكل سليمان ساكن جواك، أنت بتتحد مع الآب اللي بيراهن على سكنة الابن جواك.
لما كل عينيك وكل إيمانك السلبي معتمد تماما على اللي حاصل في القشرة، انت بتتحد مع إبليس في رهانه ضدك، فبتطلع كلام بيراهن ضدك وضد مستقبلك، بتصدق بإيمانيات سلبية ان مستقبلك والأيام اللي جاية وا 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 كلام إبليس دي، لأنه ده اللي حاصل. لكن لما بتصدق ال- ال- الكنز اللي في أواني خزفية ده، لما بتصدق السكنة بتاعت الابن فيك، كل مرة بتقف قدام الرب، كل مرة بتقف قدام الرب. بحب آيات العهد القديم في بعض أحيان، أنها بتطلع الصورة المضخمة للرب، لأن الرب مضخم. هذا الرب المضخم في العهد القديم ظهر في ابنه يسوع المسيح، تجسد وجاء في صورة كأنها محدودة عشان ينزل لأدق التفاصيل في حياتك وفي حياتك، ويقول لك أنا الضخم ده مهتم بأدق التفاصيل وعايز ألمسها بمجد. فأنا ما تلغاش أن الرب ضخم، لكن هذه الضخامة لا تلغي اهتمامه بأدق التفاصيل، واهتمامه بأدق التفاصيل لا يلغي ضخامة حضوره. محتاجين نحافظ على البالانس ما بين الاتنين. أنا بعبد إله حجمه قد إيه جوايا، بعبد إله حجمه قد إيه فيا، أنا الهيكل بتاعه. الآيات اللي قريتها لكم في هي موجودة في حسقيال، ده موطئ قدمية، الهيكل هو موطئ قدمي الرب على الأرض. أي امتياز نقطة التقاء الرب بالأرض هي حضرتك، موطئ قدميه، الرأس في السماء، موطئ قدميه في رجليك أنت على الأرض، لأن رجليك لمسة الأرض وروحك بتلمس السماء وأنت بتعبد، بيحصل افتداء للأرض تحت رجليك. لما بنقول السماء تلمس الأرض، أنت المفتاح بتاعها، أنت المفتاح بتاعها. زي ما هو لا وسيط بين الله والناس إلا يسوع المسيح، لا وسيط بين السماء والأرض إلا الكنيسة. الكنيسة اللي واقفة في الوساطة بتاعت يسوع المسيح. هتفهم حاجة؟ لما روحك بتلمس السماء ورجليك لمسة الأرض، بيحصل افتداء للأرض تحت رجليك، لأنك بتدرك أنك هيكل الله. التعبير بنقوله مش عايزه يعني يكون فقد قوته فيك، كلنا عارفينه. لو سألت أي حد هنا عارف الآية دي، كلنا عارفينه، قالها في مرة بصورة شخصية، قالها في مرة بصورة جماعية، أنتم هيكل الله. مدرك يعني ايه هيكل الله؟ شوف الضخامة بتاعت هيكل الله في العهد القديم. عشان كده بقولك العهد القديم كتير بوضح لك الله الضخم، والعهد الجديد بوضح لك الله المتجسد الذي يهتم بأدق التفاصيل. ادراكك للاتنين مهم في نفس الوقت. لما بتقف قدام الرب، الرب ضخم جواك ومهتم بأدق التفاصيل فيك، وإله الجبال، فاكرين إله الجبال وإله الأودية دي؟ إله اللي انتصر في الجبال، إله اللي بيطلق السماوات المفتوحة، إله اللي بيفتح خلوتك الفردية، إله اللي بيفتح روحك وإيمانك، هو الإله الأودية اللي بيأتي على الوادي بتاعك، على أضعف حتة وأوطى حتة في حياتك وملمسها بقوة، اللي بينتصر في الجبل بينتصر في الوادي. بعضنا ده مش الواقع بتاعه. حلو قوي، طالما أنت عارف أنه كتابي بس مش واقعي، جيب الكتابي عشان تغير الواقع. تقف قدام الرب في ليلة زي كده وتقول له انك بتنتصر في جبالي، تنتصر في ودياني. انا رافض ان يكون في مسافة، انا رافض ان يكون في فرق ما بين جبالي ودياني، اضعف حتة فيا واقوى حتة فيا، وانا في الروح وانا في الجسد. انتصارات الروح تعمل انتصارات وانا في الجسد. امين.